إذن في الإكزامبل هذا 3-7 كان عندي الجهد معرف على سطح قشرة كروية إنه يعتمد على الزاوية ثيتا، بس ما أعطاني إياه شو هو. حلينا مثال 3-7 وصلنا لأنه في تعطى بهذا القانون، علما بأنه الثابت بي ال هذا يعطى بالعلاقة هاي بي ال. طيب الآن هذا يمكن تبسيطه؟ لا، لا يمكن تبسيطه. ليش؟ زي ما حكينا، لأنه هذا مش معروف، هذا الفانكشن يعتمد على ثيتا. طيب شو هو؟ ما احنا عارفينه، وبالتالي ما بنقدر نحسب هذا التكامل. طيب لنفرض جدلا انه هذا البوتنشال معروف، مثلا يساوي كوساين ثيتا او 2 في ساين ثيتا، اللي هو لو حطيته هون هذا التكامل راح يكون من الصعب حله، ولذلك راح نلجأ لطريقة اخرى لحل المسألة اذا كان البوتنشال هذا معروف. طريقة بينه وبينكم انا راح اسميها طريقة فك الحدود. وبالتالي خلينا نشوف مثال على هذا الامر. بدنا نشوف اكزامبل 3-6B. هذا عملنا حلينا منه A، الان بدنا نحل B. الان الـ A كان لما كان البوتنشال على سطح السفيريكال شيل هذه يعتمد V نوت at ثيتا، وكان مجهول مش عارفين شو هو. لكن هسه بدنا نحلها كمان مرة، معطيني البوتنشال على سطح السفيريكال شيل هذه يعتمد على ثيتا، ولكن معطيني الفانكشن يساوي كي على 2 كي كونستانت في 1 ماينس كوساين ثيتا. بنلاحظ انه البوتنشال على سطح هذا السفيريكال شيل يعتمد على الزاويه ثيتا من خلال ايش؟ هذا الثابت وواحد والكوساين. طيب اذا يعتمد على ثيتا، واضح انه يعتمد على ثيتا هون، ومعطيني الفانكشن. اذا الفانكشن الان اصبح معروف. الان بدي اقول لك قبل ما بلش حل هذه المساله، إذا كان البوتنشال على سطح الكرة معرف ما بتستعمل فوريه تريك، وإنما بتستعمل طريقة فك الحدود بيننا، هيك تظبيط الحدود، راح تشوفوا كيف. طيب خلينا نقرأ المسألة من الصفر. البوتنشال في نوت الثيتا الذي يساوي كي على 2 في 1 ماينس كوساين ثيتا specified on the surface of a spherical shell of radius r capital. الجهد على سطح هذا السفيريكال شيل لنصف قطرها R capital يعطى بالعلاقة التالية، K على 2 1 ماينس مضروبة في 1 ماينس كوساين ثيتا. إذا البوتنشال يعتمد على الزاوية ثيتا هون. المطلوب find the potential وين؟ inside. الآن طالبه وين؟ في الداخل، inside the shell. طيب خطوات الحل، نكتب السوليوشن اللي احنا عارفينه، ومنقول الآن هيو، منقول الآن بده مني البوتنشال وين؟ inside. طيب inside عندما r small أصغر من r capital. طيب عندما r small تساوي صفر، هذه نقطة أيضا inside، وبالتالي إذا عوضنا هنا ال r small تساوي صفر بصير عندي b l مقسوم على صفر غير معرف، أو الدالة تقول إلى الانفينيتي وتنفجر زي ما حكينا لما حليناها في الفرع A، وبالتالي بالضرورة b l تساوي b l بالضرورة تساوي صفر، لأنه عندما r تساوي صفر small فهذا يؤدي إلى أنه البوتنشال ينفجر أو يصبح قيمة لا نهائية أو غير معرفة، وبالتالي بالضرورة بي أل تساوي صفر. اختصرنا هذا الثابت، صفينا اي أل آر أل بي أل كوساين ثيتا، صفت معي هيك. هذه العلاقة رقم واحد، شو قلنا عنها؟ هذه هي حل المسألة، شريطة إيجاد الثابت اي أل. طيب كيف نوجد الثابت اي أل؟ بدنا نخلي هذا الحل يصطدم مع شرط الحد الثاني، اللي هو عند السطح عندما r small هذه تساوي ايش؟ r capital، فان الجهد يساوي v نوت at ثيتا. هاي عندما r small تساوي r capital بالضروره v سوف تساوي v نوت at ثيتا، هذا كله سوف يساوي v نوت at ثيتا، وبالتالي اذا عوضنا r small هذه r capital، هي ال r small هذه صارت r capital، فان الجهد يساوي v نوت at ثيتا. وهذا نفس الحل حتى الان زي الفرع A 3-6A. الآن في 3-6A هون لما كملنا من هون وطالع عملنا فوريه تريك، ضربنا وكملنا إلى آخره، بس الآن الفي نوت ات ثيتا هذا معروف هيو، وبالتالي ما بنعمل فوريه تريك مشان نقدر نحل المسألة للآخر بدون تكامل صعب، وبالتالي شو بنساوي؟ بنعوض قيمته هذا.
في نوت الثيتا معطى؟ نعم معطى. شو تساوي؟ كي على 2 في 1 ماينس كوساين ثيتا. هي كي على 2 في 1 ماينس كوساين ثيتا. عال العال الأمور هون رح تكون أبسط إن شاء الله من الفرع هذا. ما بصير تعمل فوريه تريك. إذا عملت هنا فوريه تريك بده يصير كل هذا عندك داخل إيش؟ التكامل، فمضروب في البي ال مضروب في التكامل رح يكون صعب حله، وبالتالي بنلجأ لخطوة فك إيش؟ الحدود. عال العال الآن شوف شو اللي رح نساوي. رح نحاول نكتب البوتنشال هذا بدلالة الليجندر بولينوميال. هذا بنلاحظ الواحد يمكن كتابته بي زيرو كوساين ثيتا. طيب الكوساين ثيتا يمكن كتابتها بي واحد كوساين ثيتا. وبالتالي نقلب الصفحة، الآن هاي نقلتها بس على الصفحة الأخرى. الآن هذا بنحاول نكتبه عبر دلالة الليجندر بولينوميال. الواحد يمكن كتابته بي زيرو كوساين ثيتا، والكوساين ثيتا زي ما احنا عارفين، قلت لكم هذول تكونوا عارفين البي نوت والبي واحد او البي زيرو. كوساين ثيتا يمكن كتابته بي واحد كوساين ثيتا. عال العال. اذا كيفنا البوتنشال وكتبناه بدلالة الليجندر بولينوميال مشان الامور تكون اسهل في الحل. طيب شو الخطوة التالية؟ اني ادخل الكي على 2 هون، بده يصير كي على 2 في بي نوت كوساين ثيتا ماينس كي على 2 في بي واحد كوساين ثيتا. عال العال. هذه الجهة اليمين. طيب الجهة الشمال هذه شو هي؟ هي صم من عندما L تساوي 0 لوين؟ للإنفينيتي. بقدر أفك هذه مجموعة من الحدود. بما أنه على الطرف الأيمن هنا في عندي P L تساوي 0 و 1، بقدر أفك هذه مفكوكين فقط، عندما L تساوي 0 وعندما L تساوي 1. بس أنا راح أفكها للزيرو والواحد والاثنين لغاية تعليمية. وبالتالي هاي فكيتها، بدل L مرة حطيتها 0 مرة واحد وهذا يكفي، بس انا حطيتها 2 فكيتها كمان مرة هون لغاية تعليمية فقط لا غير. طيب كل هذا زائد في عندي مجموعة كبيرة من الحدود هون ما فكيتهم ما كتبتهم مش تساوي كي على 2 في بي نوت في ايش؟ في البي واحد. عال العال. الان في عندي اشارة مساواة بين مجموعة الحدود هذه كلها مع هذا. الان من المساواة هاي منلاحظ انه الحد الذي يحتوي على البي زيرو كوساين ثيتا رح يساوي الحد الذي يحتوي على البي زيرو كوساين ثيتا، والحد الذي يحتوي على بي واحد كوساين ثيتا لازم يساوي الحد الذي يحتوي على بي واحد كوساين ثيتا. طيب والحد الذي يحتوي على بي اثنين كوساين ثيتا يجب انه يساوي الحد الذي يحتوي على البي اثنين كوساين ثيتا. طب وين الحد الذي يحتوي على بي اثنين كوساين ثيتا؟ زائد صفر هون بقدر احط. اذا كل هذا بقدر اساويه بليش؟ اساويه بالصفر. خلينا نشوف شو راح ينتج عنا هون. بدنا نساوي الحد الذي يحتوي على البي زيرو كوساين ثيتا مع البي زيرو كوساين ثيتا، يعني هذا الحد بالضروره يجب انه يساوي هذا الحد. هاي خلينا نساويهم بعض. بي كوساين ثيتا بي زيرو كوساين ثيتا بي زيرو كوساين ثيتا متساويات، اذا اي نوت تساوي كي على 2. وجدنا قيمة الثابت عندما L تساوي صفر. طيب نفس الشيء بنعمله، بنساوي البي واحد كوساين ثيتا مع البي واحد كوساين ثيتا، لا تنسى إشارة السالب. هاي بي واحد كوساين ثيتا بي واحد كوساين ثيتا، إذا عندي A واحد راح تساوي ماينس كي على 2 مقسومة على R. هاي بالمساواة. عال العال. إذا عرفنا قيمة الثابت عندما L تساوي زيرو، عندما L تساوي واحد. هاي قيمته عندما L تساوي 0، هاي قيمته عندما L تساوي 1. خلينا نشوف قيمته عندما L تساوي 2. بدي أساوي هذا كله بإيش؟ بحد مش موجود، بدي أساويه بالصفر. ساوي لي هذا كله بالصفر، هذا كله يساوي، هذا الحد كله يساوي إيش؟ يساوي صفر. عال العال. الآن الـ R لا تساوي صفر، حاصل ضرب A2 في الار تربيع في الليجندر يساوي ايش؟ صفر، اللي هو هون زائد صفر، صح؟ الان ساوي لي هذا بالصفر، هذا حد A2 مضروب في الار مضروب في هذا الحد يساوي صفر. الان الار لا تساوي صفر، والبي 2 كوساين ثيتا ايضا لا تساوي صفر، اذا بالضرورة A2 تساوي صفر. طيب مثلها A3 مثلها A4، اذا كل الحدود كل
القيم الثابت، كل قيم الثابت إيه هذا إيه ال، كل قيمه من الصفر للإنفينيتي تساوي صفر إلا عندما ال تساوي صفر وال تساوي واحد، البقية كلهم أصفار. عال العال. وهيك بنكون عرفنا، هيك بنكون عرفنا قيم الثابت إيه ال. وين بدنا نعوضهم؟ بدنا نعوضهم بالحل، أيوة اللي هي العلاقة رقم واحد. إذا هنا بدي أعرف قيم الثابت إيه ال. عرفنا إنه قيم إيه ال دائما تساوي صفر إلا عندما ال تساوي صفر وال تساوي إيش؟ واحد. طب كيف بدي أعوضهم هون؟ بفك هاي للصفر ولا الواحد، وهذا المطلوب. لكن أنا هون راح أفكها لا برضو للاثنين لغايات تعليمية. وبالتالي في فكيتها صفر 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 هيها، بعدين واحد 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 واحد، بعدين فكيتها الاثنين. هذه مش بالضرورة تنكتب، لكن أنا كتبتها لغايات إيش تعليمية. طيب شو ظل علينا؟ ظل علينا نعوض قيمة A الزيرو هيها والA الواحد هيها. طيب والA اثنين، طيب الA اثنين صفر، صفر في كل هذا صفر، إذن هذا كله انتهى. بظل نعوض فقط في هنا في هذه المنطقة، نعوض A نوت هون وA واحد هون ونبسط الحل. خلينا نأخذها على الصفحة اللي بعديها. الآن هذا مش موجود، نعوض A نوت هون وA واحد هون. ايه عوضت بدل A نوت K على 2 وبدل A واحد ماينوس K على 2 R. هذا جواب وهذا جواب نهائي، لكن يمكن ايش تبسيطه. R للقوة صفر، لاحظوا كيف بعاملكم ببساطة مشان تكون فاهم كل شيء، ما بقتصرش خطوات. R للقوة صفر واحد. طيب بي زيرو كوساين ثيتا واحد، اذا كل هذا راح يعطيني واحد، اذا هذا الحد صفة K على 2 وهذا R بي واحد كوساين ثيتا كوساين ثيتا، اذا هون صفة K على 2 K في R هيها. الآن P1 كوساين ثيتا كوساين ثيتا على 2R، وهذا أيضا جواب نهائي، لكن يمكن تبسيطه بتقدر تخرج ال K على 2 عامل إيش مشترك، هذا هو الجواب النهائي. وبالتالي لاحظوا في هذه الحالة لما كان عندي البوتنشال المعرف على سطح الكرة كان معروف، الآن ما رحت على فوريه تريك، رجعت لطريقة بسيطة سهلة ما فيهاش إشكاليات وهي فك الحدود. عال العد. الآن بدي أخذ مثال أخير على السفيريكال كوردينيتس في السيبيرابل سوليوشن، ولكن هذا المثال راح يكون سبيسيفيك هيك يعني في يعتمد شوية على الفهم، راح يكون أعقد شوية من هذول. خلينا نشوفه. لا قبل ما نشوفه بدي أحكي عن قبل ما أشوف هذا المثال اللي بدي أحله كمان شوية، بدي أحكي عن شوية عن spherical coordinates. أنا شرحت لكم أو عملت لكم refreshment في عن spherical coordinates اللي هي r theta و phi، ولكن هون بدي أعطيكم علاقة spherical بالcartesian. إحنا نعرف spherical coordinates r و theta و إيش و phi والcartesian x و y و z. الآن في علاقات بتربط بين السفيريكال والكارتيزيان، لأني راح أحتاجها في المثال الجاي بدي أحكي لكم عنها. شو الإحداثي على X إذا أنا بتعامل هون، هاي الإحداثي على X إذا أنا بتعامل مع إحداثيات كروية. لاحظوا هذا عندي R وهاي ثيتا وفاي هيك صح. الآن هذه القطعة اللي هي المقابلة للزاوية ثيتا اللي هي R sin ثيتا، هاي مسقطها هون. طيب شو الإحداثي على X؟ هي مركبة هذه القطعة على المحور X، وبالتالي هذه القطعة شو تساوي؟ تساوي طول هذه القطعة في كوساين فاي. طيب شو طول هذه القطعة اللي هو R sin ثيتا، وبالتالي الإحداثي على X R sin ثيتا في كوساين فاي. طيب هذه القطعة R sin ثيتا شو مسقطها على المحور Y، إحداثيها على المحور Y، هذا هو المقابل للزاوية فاي بأخذ الساين، إذن الإحداثي Y يساوي R sin ثيتا sin phi. طيب شو الإحداثي على Z؟ الR هاي بسقط من هون عمود هيك، وبتكون طول هذه القطعة هون هيك مجاور لهذه الزاوية، وبالتالي شوف لما بسقط عمود هون هيك طول هذه القطعة ماذا يساوي الإحداثي على Z؟ R هذا في كوساين الزاوية ثيتا اللي هي المركبة على المحور Z هاي، وهذه اللي راح احتاجها في المسألة
الجاية. هذه العلاقات بتعطي العلاقة بين الإحداث الكارتيزي والإحداث الكروي. عال الآن خلينا نروح للمثال اللي بدنا نحله، المثال الأخير على separable solution في spherical coordinates اللي هو example 3-8. طيب شو بقول example 3-8؟ an uncharged metal sphere أو conducting sphere of radius r capital، شحن كرة معدنية أو موصلة غير مشحونة نصف قطرها r capital is placed in a uniform electric field، وضعت في مجال كهربائي منتظم. كيف معطيني الالكتريك فيلد هذا المنتظم؟ الالكتريك فيلد كمتجه يساوي قيمة معينة ثابت مضروبة في زد هات. إذن الالكتريك فيلد هو كونستانت، مسميه هنا اي نوت مش كي، مسميه اي نوت، مضروب في ايش؟ في زد هات. إذن هذا uniform electric field يشير باتجاه المحور زد. شو المطلوب؟ find the potential in the region outside the sphere، أوجد الجهد الكهربائي في المنطقة خارج الكرة. عال العال هذه مسألة خلينا نقول بحاجة لفهم دقيق شو اللي صاير هنا. الآن عندنا هنا مجال كهربائي، خليني أرسمه هيك، جزء رسم يكون مش دقيق، انت تعودت انه في مشاكل في الايش، في مشاكل بالرسم. هذا مجال كهربائي، سوري عندنا مشاكل بالرسم، هذا مجال كهربائي رايح للاعلى باتجاه زد. اذا اي هذا يساوي اي نوت ثابت مضروب في ايش؟ في زد. هذا مجال كهربائي طالع لوين؟ للأعلى باتجاه ايش؟ زد، ويمتد للإنفينيتي. عال العال هذا المجال وهون في خط وهون في خط وهون في خط، بس أنا رسمت خطين هيك للسهولة. هذا المجال الكهربائي وضعنا بداخله، وهون في خط بس بديش أرسمه، وضعنا بداخله كرة من مادة يشمالها من مادة ميتال موصلة معدنية موصلة. الآن موضعنا الكرة المعدنية هاي الغير مشحونة بداخله، هذا المجال الكهربائي رح يسوق هنا شحنات موجبة باتجاهه، رح يسوق هنا شحنات ايش؟ سالبة في الاتجاه المعاكس. الآن هذه الشحنات الموجبة اللي طلعت على القطب الشمالي، إذا اعتبرنا انه هاي زي الكرة الأرضية، وهذا القطب ليش؟ الجنوبي اللي لتحت. الآن رح ينتج عنها مجال كهربائي رح يتفاعل مع المجال الكهربائي في المنطقة القريبة من الكرة، وبالتالي سيؤدي إلى تشوه المجال الكهربائي في المنطقة القريبة من سطح الكرة، لكنه لن يشوه المجال الكهربائي هذا لما يكون ممتد هون هون هيك، يكون ممتد لن يشوهه في المنطقة البعيدة هون أو وين أو هون. إذن تشوه رح يحصل في المنطقة القريبة من الكرة، هاي فهمناها. عال العال الآن خليني أطلع لكم رسمة الكتاب، الآن راح تكونوا أنتم فاهمينها بعد ما علقت عليها هيك بشكل سريع. الآن نشوف الرسمة، إذن خلينا نشوف الرسمة تاعت الكتاب. إذن هذه رسمة الكتاب، إذن هذه هي الكرة اللي نصف قطرها R، كرة معدنية، المجال الكهربائي كان هيك شكله زي الخط هذا، ما فيش فيه أي تشوه، وطالع لوين؟ للأعلى، معطيني اي تساوي اي نوت زد هات. لأن لما وضعنا بداخله كرة، المجال هذا سحب شحنات موجبة على القطب الشمالي وشحنات سالبة على القطب الجنوبي لهذه الكرة. الآن هذه الشحنات ينتج عنها مجال كهربائي يتفاعل مع المجال الكهربائي الأصلي في المنطقة القريبة من وين؟ من سطح الكرة، في المنطقة القريبة من الكرة هنا، ويجعل فيه ايش؟ تشوهات. عال العال مطلوب منك تعرف انت كيف ترسم هذه الخطوط؟ لا، بس للفهم انه رح يتشوه المجال الكهربائي في المنطقة القريبة من الكرة. طب المجال الكهربائي هون بعيدا عن الكرة او فوق بعيدا عن الكرة سيبقى اي نوت في زد، لن ايش؟ لن يتشوه بفعل هذه الشحنات. عال العال شو المطلوب؟ المطلوب اوجد المجال، اوجد الجهد الكهربائي في المنطقة خارج الكرة. بدنا نوجد الجهد الكهربائي في المنطقة هون المحيطة في الكرة، عند أي نقطة قريبة من وين؟ من الكرة.
في هذه الريجن هون، مش بعيدا جدا في المنطقة خارج الكرة على العال. الآن بدنا نشوف الشروط الحدية. تكمن مشكلة هذه المسألة في معرفة الشروط الحدية التي تخضع لها هذه المسألة. الآن خلينا نفهم هذه الشروط الحدية. الآن لما وضعنا هذه الكرة داخل المجال الكهربائي، قلنا هون شحنة موجبة تكدست، وهون شحنة سالبة تكدست بفعل المجال الكهربائي. الآن هذه الشحنات شو مالها؟ خلاص هاجرت للأعلى، وهذه هاجرت للأسفل، وأصبحت في حالة من السكون. إذن سكنت إلكتروستاتيكس، هون احنا ندرس سكون للشحنات، ما في حركة يعني ينتج عنها تيار ولا شيء. وبالتالي كون هذه الشحنات لا تتحرك، خلاص سكنت، إذن هذا يعني إنها في ما فيش هنا فرق جهد، لأنه لو كان في فرق جهد، الشحنة الموجبة بتتحرك من الجهد المرتفع للمنخفض، والشحنة السالبة بتتحرك من الجهد المنخفض للمرتفع، وصار رح يصير حركة شحنات. وبما أنه ما في حركة شحنات، بنقول سطح الكرة هذا سطح تساوي جهد، الجهد عنده يساوي قيمة ثابتة. هذه القيمة الثابتة للجهد على سطح الكرة تساوي كونستانت. هذا الكونستانت بدنا ناخذ صفر. سؤال ليش صفر؟ صفر كونستانت، والواحد كونستانت، والعشرة كونستانت، بس ليش بدنا ناخذ صفر؟ احنا لما كنا نحل مسائل كان عندنا النقطة المرجعية في الانفينيتي، حيث الجهد هنالك يساوي صفر. هسا لو رحت انا في الانفينيتي سواء للاسفل او للاعلى، لو رحت لفوق بالانفينيتي لن يكون الجهد يساوي صفر. ليش؟ لانه راح يكون موجود مجال يساوي اي نوت في ايش؟ في زد هات، وهذا المجال ينتج عنه جهد كهربائي. اذا ببساطة الجهد في الانفينيتي لن يساوي صفر، ولذلك بدنا نحاول ناخذ نقطة مرجعية أخرى. شو هي النقطة المرجعية الأخرى؟ بدنا نشوف منطقة يكون الجهد عليها يساوي صفر، وهذه المنطقة اللي الجهد فيها يساوي كونستانت اللي هي سطح الكرة، واعتبرنا هذا الجهد الكونستانت يساوي إيش؟ صفر. ورح يكون حل المسألة على اعتبار إنه سطح الكرة هنا الجهد عنده يساوي إيش؟ يساوي صفر. إذا الشرط الحد الأول عندما R small تساوي R capital، لما نكون عند سطح الكرة سيكون الجهد يساوي صفر. هذا أول شرط حدي، V تساوي صفر عندما R small تساوي R capital. عال العال، هذا أول شرط حدي. إذا نقطتنا المرجعية أصبحت سطح الكرة، عندها الجهد يساوي صفر. طيب نشوف شرط حدي آخر. شرط الحد الآخر هو أنا إذا بعدت عن هذه الكرة، رحت لفوق في الانفينيتي أو لتحت وين في الانفينيتي أو نقطة بعيدة جدا، لن أجد تشوه، سأجد أن المجال له قيمة E نوت في إيش؟ في زد هات. هذه الخاصية راح نستعملها لإيجاد الشرط الحد الثاني. وهون بدك تلاحظ شغلة، إحنا عادة شروط الحدية بنعطيها للجهد، نعرف الجهد، لكن في المسألة هاي هو مش حاكي لي عن الجهد إشي، هو حاكي لي عن إيش؟ عن المجال. وبالتالي بدنا نحول هذا المجال لايش؟ لجهد. اذا خلاصة الحديث، لما بكون انا بعيدا عن الكرة، بمعنى عندما R small اكبر بكثير من ايش؟ من R capital، بعد لفوق او لتحت او هون او هون او هون، عندما R small اكبر بكثير من R capital سيكون المجال الكهربائي يساوي E نوت في زد هات. طيب بدنا نحول هذا المجال لايش؟ لجهد. اذا كيف نحول المجال لجهد؟ احنا بنعرف العلاقة بين المجال والجهد، E تساوي minus gradient V. E معروف؟ نعم معروف، هذا هو E نوت في ايش؟ في زد هات. بنعوض بدل E هاي E نوت في زد هات. طيب الجريدينت V الماينس باخذها على الطرف الاخر، بمعنى بضرب الطرفين في ماينس، فيش مشكلة، بصفي عندي هنا جريدينت V. جريدينت V ماذا يساوي؟ يساوي partial V partial X X هات، لكنه لا يعتمد على X. partial V partial Y لكنه لا يعتمد على Y، وبالتالي بنلغيها. partial V partial H gradient V هذا partial V partial Z Z هات، نعم يعتمد على إيش؟ على Z. وبالتالي الماينس أخذناها الطرف الآخر E E نوت في Z هات، هذا هي. الآن الجريدينت V اللي هو مشتقة من V بالنسبة لX ولY ولإيش ولZ، لا يعتمد على X ولا يعتمد على Y، وإنما يعتمد على إيش؟ على Z. وبالتالي partial V partial Z إيش؟ Z هات. عالي عالي.
لا نحن من المجال بدنا نحسب الجهد، وبالتالي بنعرف انه الجهد سكيلر، وبالتالي بنعمل دروب للاتجاهات هاي، بصفي عندي المقدار بارشال في بارشال زد تساوي ماينس اي نوت اللي هو المقدار، نضرب تبادلي ومنكمل. بارشال في ضربنا تبادلي تساوي ماينس اي نوت في بارشال زد. اكشلي نقدر احنا نكتبها مش بارشال، نكتبها دي لانه متغير واحد، فيش مشكلة. طيب دي في تساوي ماينس اي نوت في ايش؟ دي زد، هذا كونستانت صح؟ كامل الطرفين، هذا بيعطيني تكامل في، وهذا تكامل دي زد راح تعطيني ايش؟ زد زائد كونستانت. اي نوت في ايش؟ في زد زائد كونستانت. الان بدنا نحسب هذا الكونستانت، حسبنا في، في تساوي اي نوت زد زائد كونستانت. هذا كونستانت بدنا نحسبه، كيف بدنا نحسبه؟ شغله بسيطه. الان اذا نزلنا على زد، نزلنا هيك وصلنا لهون، راح نكون زد تساوي صفر، راح نكون احنا في المستوى اكس واي. عندما زد تساوي صفر راح نكون في المستوى اكس واي، والمستوى اكس واي عند سطح الكره هنا سنجد ان البوتنشال يساوي صفر. اذا البوتنشال هذا يساوي صفر عندما زد تساوي صفر. طيب حط البوتنشال يساوي صفر وعوض زد تساوي صفر. صفر في اي نوت صفر صحيح تساوي صفر. طيب زائد كونستانت مشان كله هذا يساوي صفر، اذا بالضرورة الكونستانت هذا يساوي صفر. اذا في يجب انها تساوي صفر عندما زد تساوي صفر، وبالتالي الكونستانت يساوي صفر. اذا هذا التغى، اذا بصفي معي انه في تساوي ماينوس اي نوت في زد. في تساوي ماينوس اي نوت في ايش؟ في زد. متى هذا يتحقق؟ بعيدا عن الكرة، عندما R small أكبر بكثير من وين؟ من R capital عال العال. ظل عندي نقطة أخيرة هنا في الباوندري كونديشنز، وهو أنا بدي أحل على السفيريكال كوردينيتس، لكن المسألة هون هو معطيني بدلالة Z اللي هو في الكارتيزيان، وبالتالي يجب تحويل Z هذه من كارتيزيان لسفيريكال. نعرف قيمة Z إنها تساوي R كوساين ثيتا، وبالتالي في تساوي ماينوس اي نوت، هذا هي بدل زد بنكتب ار كوساين ثيتا، وهيك بنكون حصلنا على الباوندري كونديشن الثانيه، الشرط الحدي الثاني انه في يجب انها تساوي اي نوت ار في كوساين ثيتا. متى؟ عندما ار سمول اكبر بكثير من ار كابيتال، لما انا بكون بعيد عن الكره. هذا هو الشرط الحدي الثاني، في تساوي ماينوس اي نوت ار كوساين ثيتا عندما R small أكبر بكثير من إيش؟ من R capital. وهيك بنكون كل الحكي هذا اللي حكيناه فقط من أجل الحصول على الباوندري كونديشنز واحد واثنين. الآن بعد ما حصلنا على الباوندري كونديشنز بدنا نطبقهم على الحل ونوجد الجواب. خلينا ننتقل للصفحة اللي بعديها، نكتب الشروط الحدية. هذا هن شرطين حديات، وين نعوضهن؟ بالسيبيرابل سوليوشن بالسفيريكال كوردينيتس، هذا هو. طيب خلينا نطبق الشرط الحدي رقم واحد، في تساوي صفر عندما ار سمول تساوي ار كابيتال. اذا عوضت بدل ار سمول هذه عوضت ار كابيتال، فكل الجهد هذا يجب انه يساوي ايش؟ صفر. هاي عوضت بدل ار سمول هذه ار كابيتال، وكل الجهد هذا اصبح يساوي ايش؟ صفر. مشان الجهد هذا يساوي صفر، هو حاصل ضرب الجندر بولينوميال هذا مضروب في هذا القوس. الان احنا بنشتغل هون على الار، اذا القوس هذا يجب انه يساوي صفر، اذا بساوي هذا القوس في الصفر مشان كله هذا يساوي صفر، القوس هذا بساوي بالصفر. هي الان نعمل عملية الجمع هون، توحيد المقامات بالضرب بار كابيتال ال زائد واحد، عملنا عملية ايش؟ الجمع. الان نضرب تبادلي مشان نتخلص من هذا المقام، ضربنا تبادلي. الان في عندي AL وفي عندي BL، الان بطلع قيمة BL بدلالة مين؟ AL، باخذ هذول على الطرف الاخر، ينتج عندي انه BL تساوي ماينس AL في R capital للباور 2L زائد 1. هذه قيمة BL بدلالة مين؟ AL. BL هاي بعوضها بدلالة AL، هي تعويض هاي هون. الآن أصبح عندي هنا ثابت واحد AL AL، بخرج عامل مشترك وبقول هذا هو حل المسألة.
ما عملت شيء لسه هون، هيني اخرج له عامل ايش مشترك الان، وبالتالي بنقول هذا هو حل المسألة. كان عندي ثابتين A و B، خلصت من B ظل عندي ثابت واحد اللي هو AL، بقول هذا هو حل المسألة، شريطة إيجاد قيم الثابت AL. طيب كيف بدي أوجد قيم الثابت AL؟ راح استعمل الشرط الحدي الثاني. بذكر انه هذا هو الحل، شو ما عملت راح ارجع اعوض وين في هذه العلاقة الاولى باللون الاخضر. الان عشان اوجد قيم الثابت AL نستعمل الباوندر كونديشن رقم 2، V تساوي ماينس E نوت R كوساين ثيتا، متى؟ عندما R سمول اكبر بكثير من مين؟ من R كابيتال. نيجي بنتفرج هون، R سمول اللي في المقام اكبر بكثير من وين؟ من R كابيتال، وبالتالي هذا الحد كله تقريبا يساوي صفر. ليش؟ لانه R كابيتال R سمول اكبر بكثير من ايش؟ من R كابيتال، وبالتالي كل هذا الحد تقريبا يساوي صفر. بلغيه بصفي معي AL RL في PL، هيا AL RL PL كوساين ثيتا تساوي قيمة البوتنشال هذا ماينس E نوت R كوساين ثيتا. وصلنا لهون. الآن لما بدي أكمل حل البوتنشال هذا اللي كان هون، البوتنشال هذا معروف هيو E نوت R كوساين ثيتا، إذا لا نلجأ من هون، من نكمل الحل ما بنلجأ لفوريه تريك كون البوتنشال معروف، نرجع لطريقة فك الحدود اللي هيك سميناها فيما بيننا يعني. طيب كيف بدي أفك الحد هذا E نوت كونستانت؟ الآن تفرجوا الآر هذه هي اللي بدنا نوجد بالنسبة لها. الآن الكوساين ثيتا هذه كيف بكتبها؟ بكتبها بي واحد كوساين ثيتا، بكتبها الجندر بولينوميال بي واحد كوساين ثيتا. احنا بنعرف انه بي واحد كوساين ثيتا تساوي كوساين ثيتا، بما انه انا هون كتبت هاي بي واحد اذا لازم افك هذه لمين؟ للواحد فقط، واحد واحد واحد، بس انا راح افكها للصفر والواحد والاثنين لغايات تعليمية. ورجو خلينا على الجهة اليمين ماينس اي نوت ار، ماينس اي نوت ار الكوساين ثيتا هذه كتبتها بي واحد كوساين ثيتا. الجهة الشمال مش مضطر افك انا لا للصفر ولا للاثنين، بس انا فكيتهم لغايات ايش؟ تعليمية. ليش؟ لانه لما بدي اوجد الان الثابت اي نوت هذا، شو في له هنا؟ البي نوت كوساين ثيتا ما له، صفر مساوي بصفر، اذا اي نوت تساوي صفر واي اثنين ايضا تساوي صفر، هذا انا حكيت عنه سابقا، وبالتالي بتقدر هذول ما تكتبهنش، انا لغايات تعليمية كتبتهن، بما انه هون عندي بي واحد كوساين ثيتا بفك هذه للواحد، واحد 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 واحد، هذواي هاي تساوي هاي، نوجد الثابت اي واحد وبقية الثوابت تساوي صفر. هيهم سويتهم ايش؟ ببعض بي واحد كوساين ثيتا بي واحد كوساين ثيتا ار ار، اذا اي 1 تساوي ماينوس اي نوت، اي 1 تساوي ماينوس اي نوت. طيب هذه اي 1، طيب اي 0 صفر، طيب اي 2 صفر، اي 3 صفر، اذا كل الثوابت هذه اي 0 اي 2 واي 3 واي كلهم يساوون صفر الا عندما L تساوي واحد، وبالتالي هذا وين بدي اعوضه؟ بدي اعوضه في السوليوشن في الحل هذا. اذا هذه لازم افكها، بفكها لمين؟ بفكها للواحد فقط. هيني فكيتها لمين؟ واحد 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 واحد، A واحد هذا هي R للباور واحد واحد. الان اثنين في واحد اثنين زائد واحد ثلاث، واحد زائد واحد اثنين، هيها اثنين في بي واحد كوساين ثيتا، هذا جواب وهذا جواب نهائي، بس لازم نعوض في قيمة مين؟ اي واحد، قيمة اي واحد ماينوس اي نوت نعوضها هون، ونقدر نبسط هذه بدل ما هي بي واحد كوساين ثيتا تكتب كوساين ثيتا، هذا هو الجواب النهائي. هيك بنكون حلينا هذه المسألة، وعليه انتهينا من السفيريكال كوردينيس بالسيبيرابل سوليوشن. في نقطة أخرى بدي أقولها، بتقدر ترجع لها لحالك بالكتاب، بقول لك أوجد توزيع الشحنات السطحية سيجما على سطح الكرة، بتقدر ترجع لها بالكتاب، وهذا شيء علمتكم إياه من خلال الباوندر كونديشن اللي هو البارشال اللي هي سيجما تساوي ماينس إبسلون نوت في بارشال في بارشال ان.
المهم خلاص الحديث، في فرع ثاني أنا صار عندي طويل الفيديو، الفرع الثاني اللي هو إيجاد توزيع الشحنات السطحية سيجما على سطح الكرة، بتقدر ترجع له بالكتاب. يعطيكم ألف عافية.